أهلا بكم. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة. وصل المنفي إلى مدينة إسطنبول في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتسعى تركيا إلى تعزيز التعاون مع الحكومة الليبية الجديدة والحفاظ على الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق التي كان يترأسها فايز السراج. انضم إلينا الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي من اسطنبول. أهلا وسهلا بك سيد الحاج معنا في العربي. كيف تستشرف مستقبل العلاقة التركية الليبية في هذا المسار السياسي الجديد؟ مساء الخير، تحياتي لك وللمشاهدين. هو الحقيقة حتى اللحظة ليس هناك أي مؤشرات على اضطراب أو تذبذب في العلاقات التركية الليبية، بالعكس تماما. أنا أعتقد أن هذه الزيارة وما سبقها من خطوات وتصريحات من الجانبين، وخصوصا بعد الانتخابات التي أديت أو التي نظمت مؤخرا للمجلس الرئاسي الليبي، تؤدي لأن العلاقة مستمرة وبالعكس هي مفتوحة على التطوير. يعني كان هناك خشية أن تؤدي الانتخابات وتغيير السراج وما إلى ذلك إلى اضطراب في هذه العلاقات، وأن تكون الاتفاقات التي وقعتها أنقرة مع طرابلس على المحك، لكن على العكس تماما. إدبيب والمنفي الاثنان تحدثا بتصريحات واضحة، وصفا تركيا بالشريكة الموثوقة وصفاها أيضا بالصديقة وبالشقيقة وما إلى ذلك، وأكد ولكن أن هناك الفرق أثارت سيد تعاون الحاج كثيرة بين بين هذا البلدين. المسار والمسار الذي سبقه بأن اليوم هناك لاعبون كثر على الساحة الليبية، وهناك أيضا استعادة ربما للنفوذ الأوروبي. هناك من كان من يتحدث بأن الدور الروسي والدور التركي جاء ليملأ الفراغ الذي تركه الأوروبيون بعد 2011. إذا برأيك اليوم سيكون لتركيا المكانة ذاتها مع كل هؤلاء اللاعبين على الساحة الليبية؟ صحيح تماما، الدور الروسي والدور التركي لعبا في الفراغ ربما في المساحات الرمادية، لكن اليوم إذا نظرنا لما حصل على الساحة الليبية، أنا أعتقد أن تركيا كان لها سهم مهم فيه من خلال دعمها لحكومة الوفاق، وبالتالي كسر فكرة العسكرة وإمكانية الحل العسكري أمام حفتر ومواليه، وبالتالي أنا أعتقد أن تركيا أثبتت هنا دورها. الأمر الثاني أنها هي أحد أهم الداعمين للمسار السياسي في ليبيا. الأمر الثالث أنه حتى دورها السابق في ليبيا، أنا لا أعتقد أنه كان بعيدا عن ضوء أخضر وتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لا أعتقد أنه بعيد عن المصالح الأوروبية إذا ما استثنا فقط فرنسا، لكن إذا تحدثنا عن ألمانيا، عن إيطاليا، عن الاتحاد الأوروبي ككل، أنا أعتقد أن الدور الذي لعبته وتلعبه تركيا الآن لا يتناقض كثيرا مع هذه المصالح الأوروبية، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك في المستقبل تنسيق. الآن هل لا ترى ينبغي أن نستمر التقارب في تقديم الأخير الموقف من وجهة نظري. هل ترى التقارب الأخير بين تركيا تفضل. والاتحاد الأوروبي من جهة، وأيضا بين تركيا ومصر من جهة أخرى، سيؤثر بشكل إيجابي على الدور التركي أيضا في ليبيا؟ هذا تحديدا ما كنت سأقوله، أنه لا يمكن أن نقيم الحدث اليوم وفق التحالفات والاصطفافات والاستقطابات السابقة. الآن حصلت متغيرات في الموقف، مصر غيرت موقفها من حكومة الوفاق حتى قبل انتخابات المجلس الرئاسي الحالي، العلاقات التركية الأوروبية خرجت من التلويح بالعقوبات والضغوط وما إلى ذلك إلى لغة الحوار التي يعني بلورت مؤخرا في لقاءات بين الطرفين وحتى في القمة الأوروبية أخيرا، وبالتالي أنا أعتقد أن المعادلات في المساحة في المشهد الليبي تغيرت بشكل كبير جدا. ثانيا، ليس هناك أي مؤشرات على أن تؤثر، وهذه هي المصلحة التركية الأكبر حاليا نعم. في ليبيا، أي تأثير أو تغيير على الاتفاقين، اتفاق شكرا. ترسيم الحدود البحرية واتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع الحكومة الليبية، وبالتالي أعتقد أن العلاقات مفتوحة على التطوير وليس على التراجع. الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.